صبحي. سيبك من دخلت كام، انت بقى جبت مين؟ جبت اربع لعيبه من كوكا كولا، فرقه كانت هتصعد السنه اللي فاتت لغايه اخر لحظه، جبت اميز اربع لعيبه عندهم. جبت اتنين لعيبه معروفين خبره زي احمد عبد الرؤوف وحسين حمدي، وحسين حمدي اللي كان في المقصه والزمالك. جبت لعيب من الشمس، جون من الشمس، احمد رؤوف راس حربه كويس حقيقه وعنده خبرات، وحسين حمدي برضو عنده خبرات. فعمين يعني ندعم يعني، واحنا ماشيين مستنيين برضو اللي يقع من الدوري الممتاز برضو ناخده يعني. القايمه خلاص نصلها اربع ايام، اللي هيقع من القايمه هنبدا ناخده. جبت اتنين لعيبه من الجيش، ابراهيم صلاح واوكا من الجيش اللي هو كان معار في الداخليه، لعيب كويس يعني. عمل جبت اتنين من نجوم المستقبل، خالد عبد الرازق واحمد ربيع. فالحمد لله دخلت حوالي بتاع 9 10 لعيبه لغايه دلوقتي. عملت ايه افارقه بقى؟ عندي اربعه افارقه، عندي كريس وعندي. كانوا معاك اصلا ومكمل بيهم؟ لما هو بقى تحت في اتنين افارقه بس، دي المشكله. يعني لا، من ما انا عارف ان تحت اتنين كنت مكمل بيهم اللي معاك دول، انت كانوا معاك؟ كان الاربعه دول كانوا معايا، اللي هو كريس اللي هو كان معايا، وفيرا وحميد ماو وكوري ده صغير. هطلع الثلاثه يعني، فييرا جاي له عقد كويس قوي من العراق. فييرا لعيب كويس قوي، لعيب دوري ممتاز، بيحب المساحات. كابتن سيف اللي هيجي لعب بتروجيت مش هيبقى فيه مساحات يعني، هتلاقي الفرقه ثلاث ارباع الفرقه في ممتاز بيه، هتلاقيه بيعملوا زون ديفنس. ففييرا احسن له انه يطلع، وانا جبت لعيبه مكانه وبجيب برده مكانه، فاديتهم اوردر هو يطلع للعراق، جاي له اعاره كويسه. حميد ماو طلعته الانبي. كوريه دلوقتي بيختبر في فرنسا. لا هو لعيب كويس قوي بس هو عنده 19 سنه يعني. فهطلعه، ومحتاج بقى يبقى هسيب كريس اللي هو الفيرود اللي عندي، وهجيب فيرود تاني بنسبه كبيره. هجيب لعيب كان عندي في اهلي بنغازي محترف معايا من نيجيريا. فسخ عقده مع اهلي بنغازي، ولعب معايا الكونفدراليه، لعيب كويس هداف الدوري الليبي، وان شاء الله ببعت له تذكره وهجيبه ان شاء الله باذن الله. دي مهم.